أهل البصرة يطالبون بإقليم الآن. زين يسوون؟ ليش؟ طبعا من يوافق لهم؟ هي مجرد يعني وسيلة ضغط على الحكومة وعلى الجهات المعنية وعلى الأحزاب وعلى صناع القرار في سبيل إنصاف هذه المحافظة، أم أنه هذه المرة لا، هالمرة لو إقليم لو ماكو. زين أنت شو تقول جنابك؟ أخذ الفلوس من نور زهير وانطيها للبصرة، صاحبة سلة العراق انطيها لو اقضيها مجاملات مثل نور زهير وجماعته ينهبون بخير البلد مو والبقرة الحلوب اللي سلت العراق الغذائية كاملة، صاحبة التاريخ، صاحبة الأداء الرائع اللي حضرتك وانفتحت على العالم كله من خلال خليجي 25 وبينت للناس طيبة بل وممكن القول بأنها حملت لواء الانفتاح بأهالي البصرة، يعني هي أهاليها جماهيرها كرمهم هم اللي خلوا الدول الخليجية تنظر إلى العراق من جديد. بالضبط، فلذلك يعني أنا أشوف سمو لي أنه أنا بصراوي بكل أمانة، إحنا عراقيين بس حقيقة مظلومة ليس البصرة لحالها، كل محافظات العراق. أنت لو حضرتك ما تطرقت بالتقرير، البجد اللي موجود للأقاليم ترى 2.5 تريليون، 2.5 تريليون على 1320 تصير يعني أعتقد أقل من 2 مليار دولار، وهذه ما تكفي المحافظات كاملة، قياسا هسه بكردستان، قياسا ببغداد، البذخ بيها جدا كبير دون حسابات صحيحة، زين دون تقييم حقيقي لحل مشكلة بلد من خلال العاصمة مالته. البصرة محقة. أتمنى هسه أنا رأيي مختلف، أنا أقول دولة أوكي مع مركزية في ظل النظام الحالي، في ظل أحزاب مسيطرة، أفضل بكثير مما أنه تصير البصرة أقليم وبعد يومين مشكلتنا مو العراق، مشكلتنا حملة السلاح، مشكلتنا الأحزاب. إذا كان البلد كله ينتفع، وليش الحساسية؟ ما أنا عندي إقليم كردستان، لو يعني إقليم كردستان لأن هو أمر واقع من 91 وحكم ذاتي وكذا، اقليم كردستان لين ما اقدر احكي وياه من كنت ب 2003 وللان يمكن ما اقدر احكي وياه. نعم انا احكي عن السياسه. ليش الحساسيه؟ ما هي دوله من حق اي محافظه انه تكون اقليم، من حق اي 3 محافظات ان تكون صحيح اقليم، اي صحيح منطقه تكون اقليم وفق الدستور. ليش الحساسيه واروح الى انه العراق راح يقسم؟ ليش هي كردستان هسه مو جزء من العراق؟ اجاوبك. اي هاي رخص تراخيص النفط الجولات اللي صارت. تتذكر جنابك ليش صارت؟ صارت لأنه في زمنها محمد مصبح الله يرحمه وائل عبد اللطيف شافوا البصرة مغبونة، قالوا يا أخي إذا ما تعطونا حقوقنا مو ترى إحنا نعلن الإقليم، وصفوتوا من خلال قناة الفيحاء في حينها، وفعلا الناس لما حست المدينة يعني مظلومة أوكي راحت باتجاه الإقليم. إجت الدولة، واضح إجت الدولة أعطت تنازلات للشركات قاطبة على حساب البصرة، ولما دخل حضرة السيد الشهرستاني بالانتخاب شنو كان التايتل مالته؟ حامي ثروة العراق، تتذكرها؟ إيه؟ مو؟ إيه؟ الظلم واقع، الظلم طيب واقع بكل طيب أمانة. أستاذ مازن، يعني يعني البصرة بها عدد من النواب والممثلين ومن يعني مشتركين بصناعة القرار، ماكو من البصرة الآن أنت تتفق أنه من الذين يشاركون بصناعة القرار للدولة العراقية هم أصولهم بصرية؟ قليلين جدا، قليلين جدا. مشكلة هذا الموضوع مقصود بأن يكونون قليلين جدا؟ لأنه الأحزاب خلفياتها ريفية بكل أمانة، الأحزاب الحاكمة هي مو خلفياتها مدنية، مو كلمة مدنية بما يسوق له فيه، يعني مو ابن المدينة، مو اللي يعرف حقيقة يعني يتعايش مع كافة الطوائف، مع المدنية الحقيقية اللي بالعلم والمعرفة والأخلاق وكرم الضيافة الحقيقية في المدينة.